السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح سنتير، في قناة الأهل، قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة الدروش، القناة اللي كان ضحكو كنفوجو كنشطو فيها، القناة اللي كنستفدو فيها معنويا وماديا، القناة اللي كنصلو فيها الرحيم مع بعضنا وكنتواصلوا فيها، ولله الحمد. تحية لجميع اخوتي المغاربة داخل وخارج ارض الوطن، تحية لباريور العرب والافارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيمون اي لو بونجور ا تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب. كنتمنوا لكم إقامة معنا إن شاء الله ميمونة ومربوحة بإذن الله. لأول مرة كيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. كنتمنى من الاخوات والاخوان اللي كيدخلوا يشوفوا القناه ديالنا، اللي دخل يشجع القناه ديالو ويدعمها بالبصمه الاعجاب، لي لايك الخوت والبارطاج ديال لو ليان او الرابط ديالها مع لي زامي ديالكم، مع لي بروج ديالكم، باش القناه ان شاء الله تزيد تعرف، تزيد تفرع. وهذا لن يتم الا بفضل الدعم والتشجيع ديالكم. كنشكروا كاع الناس اللي كدعمنا وتشجعنا، كنشكر الناس اللي كيتفاعلوا مع لي فيديو ديالنا وكيخليو لنا دي ميساج. ومن هذا المنبر كنشكر الناس ديال الجاليه المغربيه اللي ما كيبخلوش علينا بلي كومونتير وبالدعم ديالهم، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، رغم ان الشكر قليل في حق الجميع، في حق الخفافيش ديال القناه. دونك مرة أخرى أخوتي أخواتي، دعمكم يهم القناة قصد الاستمرارية، باش حتى احنا منعكزو شي، باش احنا نبقاو نطلعو يوميا، سينو راه ما نقدرو شي الصراحة. هي هادي، يعني إلا ما كانش الدعم والتحفيز للقناة راه ميمكنش غادي نبقاو نطلعو يوميا، إلا إلا كان الدعم والتشجيع، وخصوصا ليكيب الحمد لله ما كتبخلش على المتتبعين والمشاهدين ديالها، يعني كل كيجتهدوا كيبحثوا وكيجبدوا يعني معلومات اللي كيوافيكم بها بكل صدق وبكل امانه عن طريق القناه، اللي كنشكرهم من هذا المنبر، كنقول لهم شكرا على الاجتهاد ديالكم وعلى التفاني ديالكم باش تساعدوا المتتبعين والمشاهدين ديالنا. دونك خوتي خواتاتي، تنتوما ما عليكم يعني باش تردوا الجميل للقناة وليكيب ديال القناة، ما كنطلبوا منكم الا الدعم والتشجيع بالجيم وبالبارطاج، وغتكونوا جد مشكورين، لان كيف ما كنقولوا راه القناة بلا متتبع مشاهدي راه لا شيء. وكذلك احنا كنطلعوا على ودكم، ولهذا كنطلبوا منكم الدعم والتشجيع. بون غادي نمشيو ان شاء الله نسولكم على كيفاش داز النهار ديالكم اليوم، كي كانت الامور ديالكم، واش كانت زوينه، واش استفدتوا شي شويه، واش كاين شي واحد دا ديك 3 مليون ونص ولا 4 تقريبا قال شي حاجه. احنا بالنسبه لابوات نوار كانت عندنا 7 و13 و9، لا ديرنيير مينيت كانت عندنا 9، وشوفال اكومباني كان عندنا 7، لي سوبليمونتير كانت عندنا 13 و4، لا سيليكسيون كانت عندنا فيها 9 7 2 4 13 6 5 1. وبالنسبه كان في لي سوربريز كان عندنا ان سول شوفال، كان هو لو نيميرو 10. الملاحظه الاخيره كانت لا شيء. وبالنسبه ل لا ميثود دي جور كان عندنا فيها عود واحد، كان عندنا فيها لو 4 بوحدو،
دونك نتمنوا تكونوا استفدتوا شي شويه وتكون دازت عندكم الامور بخير وعلى خير، لان كيف ما كتعرفوا حنا ما الخدمه ما حابسينهاش، لان كاين كيف ما كنقول لكم كاين مسؤوليه، كاين التزامات مع الناس مع لي زابوني، وهادشي علاش الخدمه حنا راه ما موقفينهاش. كنطلب واحد الطلب من الاخوات والاخوان ديالنا، الله يجازيكم بخير، الناس اللي كيتصلوا بينا في الواتساب وكيصيفطوا لنا دي ميساج وهذا، الله يجازيكم بخير. الواتساب مديور الخدمه، مديور لي زابوني، يعني اللي ما عندوش رغبه في لابونمون بلا ما يبقى يتصل بينا، سينو راه اللي يتصل بينا في الواتساب وغادي نبلوكيوه وما يتقلقش منا. اللي بغى يتواصل معنا ممكن انه يتواصل معنا كسائر الناس على البريفي، عندنا التليفونات ديال البريفي مع الاصدقاء ديالنا حتى حنا. ولهذا الله يجازيكم بخير، اللي ما عندوش رغبه في لابونمون بلا ما يبقى يصدعنا في الواتساب الله يجازيكم بخير، واللي بلوكيناه ما يتقلقش منا. بون، رغم ان الواتساب راه واقف والفيسبوك والانستغرام راه في العالم كامل، نتمنى انه يرجع. بون، بالنسبة لي انتريسي بلابونمون، الرقم راه كيدوز في الشريط مع الفيديو، ما فيها بس غنذكرو به، 06 69 65 53 12، لو نيميرو راه بور لابونمون اي با بور لو شات سيل فو بلي. بلا ما نعاود نكرر، اللي اتصل بينا في الواتساب غادي نبلوكيوه، صافي باش نكونوا واضحين وما يتقلقش منا. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكانتي ديال غدا، لو كانتي دي 5 10 2021، 15 21، اللي غادي يكون في شانتيلي. رينيو ان كورس ان سي دي بلا 2000 متر، 2000 مترو، كازون بيست جوكي كلوب. Attention, le terrain radicon mriis radicon lourd. L'indice pénétrométrique diélo radicon 4,4 ou يقدر يوصل 4,6. إذا تحت الشتاء سينو يقدر يرجع 4,2 4,4 4,6. هذا الجهد ديالو، ولكن راه كيلغيس، دونك قلبوا على لي 4x4. لاكورد غتكون ادروات 16 بارتون 16 المتباري. الديبار غادي يكون ميدي 50، الوحدة قلق سماين بالتوقيت ديال المغرب الزين الجميل الغزال الحبيب به بمواليه، اللي كنتمناو الله سبحانه وتعالى يخليه دائما آمن ويحفظه من كل مكروه ويحفظه من العديان. لالين دروات غتكون معتبرة، فيها 600 مترو، نص كيلومتر و 100 مترو، كتعطي فرصة لي زاتونتيست و يعني اللي كيمشيو متوخرين، ولكن كتكون عندهم السرعة النهائية ويكون عندهم لابتيتي للغيس. الناس اللي كتغيس خيو اللي غيكونوا كيغيسو غدا راه غيكونوا في لاريفيو غيكونوا دي توك، خصوصا وان كما قلت لكم لا لين دروات راها طويلة. دونك المؤشر ديال الكورسة ما خايب شويه، دونك الملاحظه الاولى كتقول بان لا كورس غدا تكون ديابوليك، لانديس دو ديفيكولتي غيكون 9، كورس حمقى، مؤشر الحماقه 9، يعني الكورس خايبه، ولكن نتمنوا انها تاخد يعني تمشي عاديه ويكون هذا المؤشر خاطئ، رغم ان اغلبية الاحيان ما كيكونش خطأ، باش تستافدوا واش ما يديوش داكشي اللي عطاوكم اليوم. دونك الاخوان الاخوات ديالنا الخفافيش اللي عارفين القناة ومتبعينها كيعرفوا بان ملي كيفوت لنا المؤشر 8 الفوق الحيطة الحذر الذكاء ونمينيميزيو.
غادي نمشيو دابا ان شاء الله باش نبداو، نتمنى اننا نكونو ديشفرينا هاد الكورسة هادي، لا انا ولا ليكيب اللي كنشكرهم من هذا المنبر، ونكونو توفقنا ان شاء الله في هاد المعلومات اللي غادي نعطيوكم، نتمنى انها تفيدكم. واللي ما لقاش شي حاجة عندنا يعني ما تعتمدش علينا 100%، اللي ما لقاش شي حاجة عندنا ممكن انه يكمل من عنده، اللي لقى شي حاجة عاود تاني ما عندوش زايدة عندنا ممكن انه يحيدها. المهم بنادم يقاد من هنا ومن هنا، والله يسر الامور للجميع ان شاء الله، لان كيف ما كتعرفوا حنا كنجتهدوا وكنديروا جهدنا كنجبدوا لكم معلومات من قاع الخابية وكنوصلوها لكم بكل صدق وبكل امانة. باش تستافدو نتوما دونك غادي نمشيو ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين، لو نيميرو 7 13 2 9، الارقام الاربعة للعلبة السوداء 7 13 2 9. بالنسبة لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 9، لو شوفال اكومباني لو نيميرو 7 رقم 7، لي سوبليمونتير 13 و 4. اعيد، لا ديرنيير مينوت رقم 4، لو شوفال اكومباني لو نيميرو 7، لي سوبليمونتير 13 14. غادي نمشيو لا ميثود دي جور، لا ميثود دي جور لو عطينا جوج الارقام، هاد جوج الارقام يا واحد يا جوج يا حتى واحد على ريفي هما 14 2، 14 2 يا واحد يا جوج يا حتى واحد على ريفي 2 و 14، سوا 1 سوا 2 سوا اوكان على ريفي. غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لا شين، عفوا الخوت ربما رانا شنو قلت لكم بالنسبه لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار 3 16 7 1، 3 16 7 1 بالنسبه لا بواط نوار ديال لا شين، ربما نكون غلط. غادي نمشيو دابا لا سيليكسيون ديال لا شين، لا سيليكسيون دو لا شين فاتحة سنتيوف بور لو كانتي دي 5 10 2021 اي كوم سوي، الارقام 8 لخماسي يومية 15 21 لقناة فاتحة سنتيوف كالآتي 3 7 4 1 16 14 2 6. اعيد 3 7 4 1 16 14 2 6. بالنسبة لي شوفو سيربريز 11 15، لي شوفو سيربريز 11 15، الأرقام المفاجأة 11 15. لو بتي نيميرو أو دسو دي سيربريز لو نيميرو 10، لو بتي نيميرو لو نيميرو 10. بالنسبة للملاحظة الأخيرة كتقول ديروا لي جيم الخوت، الله يجازيكم بخير والله العظيم إلا كنت وحشو زعما ديك الطلعة معاكم نطلعو هاكا لعندكم ونقشبو شي شوية، مي والله الناس تسمح لي أن كاين الدعم شوية قليل. والله على أي راه غيكونو شي نويطات في الأخر، بقاو في الفيديو بقاو تصنتو الفيديو حتى الأخر، الله يجازيكم بخير.
بالنسبة للملاحظة الأخيرة ديال لاشين، ليست هناك أي ملاحظة تذكر. إلى جا سويفي غيجيب اللعب، جا توكار ولا أوتسايدر أون تيت، واحتمال كبير باش يقدر يجي أن أوتسايدر أون تيت أتونسيون، أو لا جا دوزيام ولا تروازيام، ولا توك دوزيام ولا تروازيام غيجيبو اللعب، جا تروازيام كاتريام، تروازيام سانكيام، كاتريام سانكيام غيجيبو اللعب. دونك الله يسر الامور، الله يجيب تيسير، الله يجيبها سمينه، الله يسهل ما صعاب. كيف ما كنقول لكم دائما، حنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا، حنا كنجتهدوا وكنطلعوا لعندكم، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا باش نكونوا مفتاح وسبب ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. دونك ما عليكم الا الدعم، والقناة ديالكم قصد الاستمرارية الخوت، بالجيم وبالبارتاج، ودائما هذا كيبقى فضل من الجميع وليس أمرا منا أو من القناة. بالنسبة عندنا شي نويطات ربما يفيدكم في شي حاجة، عندنا شي نويطات ربما يفيدكم في شي حاجة. وتصوروا دابا الواتساب تطلق الخوت، هالواتساب تطلق دابا، انا كندير لكم الفيديو، دخلوا عندي دي فيديو دي ميساج في الواتساب، هو تطلق دابا، والاول اللي دخل عندي هو مصطفى محاسبي، صيفط لي شي حاجه في الواتساب دابا، جو بونس كنشكره من هذا المنبر. بون غادي نمشيو للملاحظات، النويطات ديالنا، نتمنى انهم يفيدوكم في شي حاجه الا كان. على اي دونك غادي نمشيو لو نيميرو 6. اتونسيون ا سو 6، راه مواليه متفائلين بزاف، وكيقولوا كيقولوا كيقولوا، لان القول كيبقى قول، بان راه il peut jouer la victoire. والله اعلم، حنا كنتوصلوا شي حاجه خصنا نوصلوها لكم. غادي نمشيو لو نيميرو 7. لو نيميرو 7 عاوتاني مالي، حتى هما متفائلين مزيان، وكيقول لك فيكتوار اون في، مسيبلين لا فيكتوار. والله اعلم، حنا غير كنوصلو لكم المعلومه، نتمنى انها تفيدكم. غادي نمشيو كذلك لو نيميرو 3، حتى هما بحالهم بحال 7، حتى هما دايرين عاوتاني لا فيكتوار اون في. دونك هنا كيبان لينا بان 6 و7 و3 غيتقاتلوا على لاكان، والله اعلم. غادي نمشيو لو نيميرو اه، عاوتاني ضيفوا عليهم هاد لو نيميرو اه، مواليه دايرين هاد الكورسه هادي بين عينيهم، ودايرينها سيبله، ودايرينها اوبجيكتيف. غادي نمشيو لنويطة أخرى، لو 13 سيبليمونتي، عند مواليه مخلصين عليه باش يشارك في هاد الكورسة هادي، مي كنظن كيبقى احتمال ضعيف. غادي نمشيو للرقم 15، حتى هو سيبليمونتي، حتى هو مواليه مخلصين عليه باش يشارك في هاد الكورسة هادي، مي عندو حظوظ صغيرة، ماشي بحال لو 13 احتمال ضعيف، عنده حظوظ ولكن ضعيفة. دونك هادو هما النويطات الاخرين اللي كانوا الخوت، نتمنوا انهم يفيدوكم شي شويه، الله يسر لكم الامور، الله يجيب تيسير، الله يجيبها سمينه. ما تنساوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسان، اللي كيتمنى دائما انه يكون في المستوى المطلوب، ويكون عند حسن ظنكم، ويكون كيفيدكم، ويكون خفيف الظل على قلوبكم. ما عليكم إلا بدعوة لأخوكم كالعادة فتي حسان، ودعموا القناة وشجعوها بالجيم وبالبارتاج ودي كومنتير زوينين، والله يسر لكم الأمور، والله يجيب تيسير، والله يجيبها سمينة. حاولوا تلعبوا غدا بحيطة وبحذر، هادوك راكم سمعتو بالنسبة لو 6 ولو 7 ولو 3 ولو 1،
غادي يتقاتلوا مزيان، ولكن يقدر يخرج ليهم شي واحد اخر من الجنب هما يتلاهوا وشي واحد اخر يضربهم. دونك